بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في محكم كتابه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. نحن عزاءنا بذكر استشهاد شهيد الشجاعة رضا بحميد، والذي لم ولن ننسى كيف زهقت روحه قوات النظام الجائر وهو يتقدم نحو الدوار مع جموع الزاحفين، وقد كان أعزلا يتقدم باسم حبه للبحرين وقد مات على حبها. وفي ذكرى استشهاده السادسة أعز الشهيد وأهله وجميع الشرفاء على هذه الأرض: أيها الشهيد الغائب الحاضر، لقد تقاعس كثير ممن استشهدت لأجلهم عن ثورتنا الأبية وعن أهدافها السامية، وانشغلوا بأمور الدنيا، والبعض الآخر تخاذل في واجبه ظنا منهم أن القضية تطول وما من مخرج، ولا يعلمون أن النصر قريب بإذن الله. أبشرك أيها الشهيد أن معتقلين لا زالوا متمسكين بالقضية ومثمنين لدمائكم التي قدمتموها لأجل هذا الوطن الغالي ومن على أرضه، وبالرغم من ما يجري عليهم من تعذيب وترهيب وإهانات وإساءات فهم باقون على العهد. ابني المعتقل محمد جعفر الشمالي من أشد المتأثرين بك والمتأسين بتضحيتك النبيلة، وهو دائما ما يقول لي: لن أخرج من هذا المعتقل إلا بواحدتين، إما النصر أو الشهادة. فما قدمه كل شهيد وكل معتقل لا يقبل المساومة. في الختام نعزي البحرين بفقدها كل شهيد، ونواسي أهالي المعتقلين والمعتقلات، وندعو لهم بقلب صادق بالفرج العاجل بإذن الله. حفظ الله البحرين وأهلها من كل شر، وتغمد شهدائنا في فسيح جناته.